هذه مرقوقتنا صارت جاهزة، حطيت عليها شوي سمن وشوي بهارات المسمنة أو فلفل أسود حسب رغبتكم، وبالصحة والعافية. مساكم الله بالخير، سعد الله يجيب أوقاتكم. صل ما كنا أنا جينة المرقوقة أو المرقوق، لا حد يزعل. عندي هنا كوبين طحين، هذا الكوب طبعا الكمية حسب رغبتكم، بس أنا أجمعكم مقدار كوبين، اللي يبغى زيادة يزيد. بنفس كوب اللي قست فيه طحين نضيف الماء، هذا الكوب الأول، بخلي عندي نص احتياط، راح أضيفه في التدريج. طبعا الطحين يكون مملح، ويختلف نوع الطحين في احتياجه للماء من طحين إلى آخر. كوبين طحين نضيف عليها الحين تقريبا كوب ونص، تجنونها زين، وبعد ربع ساعة تعيدون العجن مرة ثانية. الطحين هذا طحين معي، أول مرة استخدمه، بالغالب أنا استخدم طحين الوادي مع نجرة، يكون قوامها كذا متوسط. تجرونها زين، وتخلونها ربع ساعة، بعدين تعجنونها مرة ثانية. هذا قوام عجينة المرقوقة أو مرقوق، ما تكون قاسية وما تكون لينة، تكون متوسطة. كوبين طحين أضفت عليها كوب ونص، ينقص شيء بسيط، وهذا راجع لنوع الطحين اللي عندكم. أنا أول مرة أجرب الطحين المعيّة في المرقوقة، بالعادة أنا استخدم طحين الوادي مع نجران، وكوبين تحتاج كوب ونص. الحين أضفت كوبين طحين، كوب ونص بقى منه شوي ماء، بقى منه شوي، فهذا طبعا يرجع لكم تضيفون بالتدريج. بخليها ربع ساعة، بعيد أملكها مرة ثانية أو أعجنها مرة ثانية، ثم أخليها نص ساعة ساعة ما في مشكلة، على ما أجهز المرق، مرق اللحم اللي بحط في المرقوقة، سواء مرق لحم، مرق خضار، مرق دجاج، شريح أو قفر، اللي تحبوا. طبعا مرحلة ملك العجينة أو تجنون العجينة مرة ثانية، هذه أهم مرحلة وعليها يعتمد نجاح المرقوق. ضروري العجن مرة ثانية في أي عجينة تملكونها أو تعجنونها مرة ثانية، تكون النتيجة أفضل طبعا. خلاص خليها الحين نص ساعة ساعة ساعتين، ما يضرها شيء، ما راح تتأثر ولا تتغير، لأن لا فيها خميرة ولا بيكنج بودر ولا فيها أي شيء، بس أهم شيء الخطوة هذه للعجل مرة ثانية. كان على الله نجهز مرق اللحم، بعد ما تحمر البصل نضيف اللحم، بعد ما حمصت اللحم أضيف الكركم، بهارات مشكلة، إبزار، فلفل مطحون وملح، ضيف معجون طماطم، ولو حابين تحطون طماطم مطحون أو معصور حطوه. أهم إضافة عندنا في المرقوقة الأوبة والبلسم، لو حابين تحطون حلبة تحطون. نضيف الماء المغلي ونخليها تطبخ لين يستوي اللحم. نرجع لعجينتنا الحين، نتنثلها، نسميها تناثيل أو تسمونها مثايل، تسمونها شوانض حسب ما تعودتوا عليه. المهم إني تنثلها على طحين، في ناس يتنثلونها
على زيت او على ماء، كل ما تعود عليه. بس على الطحين تطلع مرة حلوة، والمرقوقة تصير خاثرة ورقتها كذا رايبة، واسهل حتى في الفرد، وتجي طرحينها تكون سهلة معك وتمشي بكل سهولة. مقاس التناثيل حسب ما تفضلون، حسب القدر اللي عندكم بتطرحونها فيه. الكوبين تقريبا ممكن تعطيني 4 حبات، الكوب يعطي 2 حبتين، يكفي لشخص، الكوب يكفي شخص أو شخصين إذا معها وجبة إضافية، يعني لا يغركم منها رغيف، بس ما شاء الله يجي كمية طيبة زي ما شفتوا، 4 حبات على الكوبين للكوبين. بعد ما تنثلها بخليها ترتاح كذا ربع ساعة، تفردونها بيدكم، تفردونها بالعجلة وتطرحونها في المرقوقة زي ما شفتوا، 4 حبات بالكوبين. أوضح لكم، وهذه الأولى. بسم الله توكلنا على الله، نبدأ نطرح المرقوقة سواء باليد زي ما كانت أمي تسوي الله يسكنها جنات النعيم، أو أنا أحب أسويها بالعجلة يكون أسرع وأسهل. طبعا طرحها كذا أول شيء لأن يطيح الطحين اللي عليها. أول كانوا يربون عند الأطراف كذا، الوسط يخلونه 200، بعدين يلفحونها باليدين. بس بالعجلة ترى تعطي نتيجة حلوة مرة، الفرادة قصدي. نشوف الرغيف اللي حطيت، شايفين ما شاء الله. الحين نقلبه ونحط الرغيف الثاني. تركون حسب ما توصلون اللي تبون. هذه طريقتي في طرح الرغيف. اللي يفردونه بالزيت او بالماء اذا طرحتوه خلاص حطوا عليه. اخر شيء حطيت الخضار، باذنجان، الكوسه، القرع، الفلفل، وغطيه مدة 3 ساعة بقدر الضغط. اللي يحب ياخذ قدر عادي، انا احب قدر الضغط. صورت الفيديو الاخير بس حذفها الله يعين على السر. المهم اللي الان بكمل لمدة 20 دقيقة، اول ما تصفر اقصر عليه على اخر شيء. لو حبيت تحطون تحت حديدة تحطوه عشان ما يحترق.